ما بيعاني أكثر من 4 ملايين طفل ومراهق حول العالم من صعوبات التعلم، وأكيد بتأثر صعوبات التعلم اليوم على طريقة تلقي الدماغ للمعلومات بتخزينها معالجتها وتحليلها، وأيضا بتأثر على طريقة مهارات الطفل في تعلم القراءة والكتابة، وهي المشكلات بتظهر غالبا عند دخول الطفل للمدرسة. لكن اليوم كيف فينا نفرق بين الطفل بطيء التعلم أو قليل الاستيعاب وبين الطفل ذوي صعوبات التعلم؟ أمور كتير رح نحكي عنها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو، الدكتور أحمد يوسف، أخصائي نفسي وتواصل وتقويم لغة وكلامي. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش مع حضرتك بنعرف صعوبات التعلم وإيمتى بتبدأ بالظهور عند الطفل. صعوبات التعلم هو مصطلح بيشير لمجموعة من الاضطرابات اللي بتظهر على شكل صعوبات بالفهم، بالقراءة، بالكتابة، بالتعبير الشفوي، اللفظي، الاستيعاب، الحساب، القدرات الرياضية اللفظية. وهي الصعوبات بتكون ناتجة غالباً عن خلل وظيفي بوظائف الجهاز العصبي المركزي وخاصة المخ، وبتكون ناتجة عن انحرافات أو شذوذات كيميائية أثناء تشكيل الجهاز العصبي المركزي بالمرحلة الأولى، وبتؤدي لصعوبة بقدرة الطفل أنه يكتسب معلومة أو يحللها أو يعالجها مثل ما ذكرت حضرتك. وغالبا هي بتكون مانا ناتجة عن إعاقات، مو غالبا، لازم تكون مانا ناتجة عن إعاقات أو عجز حسي أو ظروف بيئية أو ثقافية. هي مجموعة اضطرابات بحد ذاتها قائمة ومتلازمة مع أعراض واضطرابات كثيرة ولكنها غير ناتجة عنه. تماما. لكن اليوم دكتور كيف فينا نشخص انه هذا الطفل عنده بيعاني من صعوبات التعلم؟ كيف فينا نفرق بينه وبين الطفل اللي بيكون بطيء بالتعلم؟ تمام. كل الدراسات اثبتت انه نحن لحتى نشخص صعوبات التعلم لازم نروح من 3 إلى 5 معايير اساسيه. المعيار الاول اللي هو انه نستبعد الاستبعاد، معيار الاستبعاد انه الطفل اللي بيكون ذكائه طبيعي يعني متوسط وفوق المتوسط هو الذكاء الطبيعي، هو هون بتشخص صعوبات التعلم لما بيكون في عنده مشاكل بعمليه التعلم. فنحن على غير المعهود او الشائع انه الطفل لازم يكون ذكائه منخفض، لا، لازم يكون طبيعي او فوق الطبيعي لحتى نشخصه صعوبات التعلم. عنده ذكاء تمام بس ولكن قدرته على التعلم فيها مشكلة. وثاني شيء الاستبعاد انه اي اعاقة حسية، بصرية، سمعية، عجز ادراكي، اي اعاقة من الاعاقات هي مستبعدة تكون سبب لصعوبات التعلم. الطفل اللي عنده اعاقة معينة هو ما له صعوبات التعلم. المعيار الثاني هو معيار التربية الخاصة، انه انا لازم يكون في عندي خطة تربوية خاصة بهذا الطفل، يعني هذا الطفل عنده وضع خاص، هو طفل مثل الاطفال الطبيعيين العاديين، ما عنده اعاقة بس ولكن عنده مشكلة معينة ادت لصعوبة التعلم او اكتساب لغة او تطوير معالجة معلومات الى اخره. المعيار الثالث هو التفاوت، او بده يكون في فجوة او تفاوت بين القدرة العقلية عنده وبين التحصيل اللي طالع او التحصيل الكلامي او التحصيل حتى المدرسي. هذا اللي كان بدي اسالك عليه دكتور. اليوم كثير بنشوف ربط بين صعوبات التعلم ومشاكل بالنطق، وحتى تمام. ايضا مو بس بالنطق وبتعلم اللغه. شو الاسباب وكيف ممكن خلينا نقول نعالج هاي المشاكل؟ تمام. الفكرة كتير بسيطة والدراسات مؤخرا بلشت تنتبه لهذا الموضوع، هو شيء اسمه الأساس الصوتي أو الفونولوجي للغة. نحن الطفل وقت اللي كيف نكتشف أنه الطفل عنده صعوبات تعلم؟ وقت اللي بيفوت على المدرسة وبيصير ينطلب منه مهام مدرسية أو أكاديمية مثل اللي كتابة الحرف، تجزئة الكلمة إلى الأحرف، تحليلها أو جمع مجموعة من الأحرف مع بعض البعض أو تقسيم الكلمة لمقاطع. هذا الشيء نحن اسمه الوعي الفونيمي أو الفونولوجي. هذا الوعي صوتيا الطفل غالبا غالباً بيكون عنده مشكلة فيه لحتى ما يترجمه عن طريق الكتابة. غالباً بيكون الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم عندهم مشكلة بالأساس الفونولوجي للغة، يعني كيف عم يسمع الكلمة، كيف عم يحللها صوتياً وفونولوجياً، عم يكتبها وعم ينطقها خطأ، عم يكون عنده صعوبة بالنطق أو صعوبة بنسميها نحن اضطرابات فونولوجية بتكون على شكل نطقي أو بنسميها عمليات فونولوجية، مثل مثلا بيحذف حرف أو صوت من الكلمة، بيحذف جزء منها، بيضيف عليها شيء، مثلا كلمة ما بيقدر يجمعها مع بعض البعض أو حرفة ما بيقدر يجمعون أو ما بيعرف يقسم الكلمة. هاي الشغلات كلها هي اسمها الأساس الفونولوجي للغة. لما الطفل عم يترجمها هذا الاستيعاب الفونولوجي أو الوعي الفونولوجي عم يترجمه عن طريق الكتابة بالتهجئة أو عن طريق الكلام عم يكون في مشكلة. فنحن حتى نعالج، نحن ما بنعيد الطفل إنه لا قول هيك وعيد هيك وحط لسانك هون، لا، هاي أبدا ما أنا مش هاي، هون بده يكون في عنا خطة فونولوجية، بدنا نرجع نرمز
الصوت مثلا صوت الاس نرجع نرمز له اياها من الاول، من اول ما اكتسبه، يعني ما برجع انا بكتب له ارجع عيد وحط اسنانك وكذا، يعني الخطه العلاجيه بتكون مختلفه كليا معه، سواء كانت كتابه وتهجئه او سواء كانت صوت ونطق. فالفكره بده يكون كثير في تداخل، تداخل للامانه، تداخل صعوبات التعلم الكتابيه والقرائيه مع الفونولوجيه والنطقيه كثير متداخلين. اخصائي النطق واللغه لازم يكون شريك اساسي جدا بوضع الخطه العلاجيه لطفل صعوبات التعلم، حتى لو كانت صعوبات التعلم بس اكاديميه، عشان نرجع على الجذر ما نعالج بس العرض اللي ظاهر. تماما دكتور، خلينا نوضح الانواع الرئيسيه اليوم لصعوبات التعلم، وهل يمكن هاي المشكله انه ما بيتم اكتشافها غير لما بيدخل الطفل للمدرسه؟ ممكن الاهل يكتشفوا هذا الشيء من خلال طريقه تعاملهم مع الطفل؟ صح. وباي عمر اليوم ممكن الاكتشاف هذا الشيء؟ صعوبات التعلم بشكل عام هيك المنشط العريض او النوعين الاساسيين لهم هن التطوريه النمائيه والأكاديمي، بس اسمها تطوري نمائي معناتها هي مع نمو الطفل بتبين، وهي مرتبطة بشكل كتير وثيق بالعمليات المعرفية أو العقلية الأساسية اللي هي الذاكرة، الانتباه، التركيز، الإدراك، حل المشكلات. وهاي المواضيع بتبلش من عمر السنة ونص سنتين الأهل يكتشفوها، بيحسوا أنه ابنهم غير قادر مثلا يفكر بطريقة أنه مثلا بده يوقف يجيب غرض يحط كرسي، هي حل مشكلة، أو ما بيركز على مهمة معينة. تمام. مثلا بيطلب منه مثلا يجيب المعلقة من المطبخ، بيروح على المطبخ بس ما بيعرف شو بده يجيب، ما بيعالج المعلومة. نحن عم نحكي هون عن عمليات عقلية معرفية أساسية، هون بتبلش. بس غالبا الأهل ما بيعترفوا أنه في مشكلة لحتى الطفل يروح على المدرسة وينطلب منه وظيفة وأكاديميا يطلع عنده صعوبة. هون صعوبات تعلم أكاديمية هي مرتبطة بالمهام المدرسية اللي بتنطلب من الطفل، اللي هي أنه يكتب حرف، يحلل كلمة، يحفظ مسألة أو يحفظ جدول الضرب وإلى آخره. فصعوبات التعلم هي أما نمائية تطورية مرتبطة بالعمليات الأساسية العقلية أو المعرفية اللي هي الانتباه، التركيز، الإدراك إلى آخره. وصعوبات التعلم أكاديمية هي مرتبطة بالقراءة، بالحساب، بالكتابة. وصعوبات التعلم المشتركة بشكل عام هي مرتبطة بالنطق أو بطريقة الكلام وبطريقة تحليل الأصوات الكلامية. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي اليوم، في كتير أطفال ما بيعانوا من صعوبات التعلم ولكن عندهم مشاكل تأخر بالدراسة، بيقولوا لك هذا الطفل أبطأ من غيره بتلقي المعلومة، أو هذا الطفل يمكن يكون عنده مشاكل عائلية، مشاكل نفسية. صح. عم تنعكس على تعلمه. صح. فكيف بيميزوا بين صعوبات التعلم وبين المشاكل الأخرى اللي بتنعكس أيضا على السلوك المعرفي للطفل؟ المحكات التشخيصية، المحكات التشخيصية اللي حكينا هون ثلاثة، أي طفل عنده إعاقة أو عنده ظروف بيئية صعبة، اجتماعية صعبة، أو ببيئة فقيرة من المسيرات، أو ما بيروح على المدرسة، أو ما بيتابع من قبل الأهل أو كذا، هاي دغري بنستبعده من صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو الطفل اللي عنده بيكون صعوبة بس يعني قادر أنه هو يستوعب، قادر أنه إذا عملنا له اختبار ذكاء، هو محك التشخيص الأساسي. أنا بعمل اختبار ذكاء بيطلع ذكاء متوسط أو فوق المتوسط، يعني الذكاء جدا طبيعي. وقت اللي أنا بطبق اختبار الذكاء دغري ببين معي. ثاني شغلة بدي أروح على المدرسة بدي أشوف شو تحصيله الدراسي، هو طبيعي جدا ولا هو ذكي، ممكن يكون أذكى من كل زملائه، بس ولكن تحصيله كتير منخفض. هون بهاي الحالة أنا عم بحكي عن صعوبات تعلم أساسية تطورية وأكاديمية حتى، مرتبطة بالعمليات الأساسية عند الطفل، مرتبطة حتى بتطوره الأساسي وكلامه. تماما دكتور، خلينا نحكي شوي عن أهمية التشبيك بين الأهل، بين الأخصائي النفسي، بين المدرسة، لحتى نتدارك وضع اليوم الطفل ذوي صعوبات التعلم. تمام. نحاول أنه نخفف أو نطالعه شوي شوي ليوصل لمرحلة أنه يكون فيها قادر على امتلاك المعلومات، أو يكون طفل يعني قادر على الدراسة أكثر مثله مثل الزملاء والباقيين. غالبا لازم يكون الكشف الأولي لصعوبات التعلم مرتبط بلجنة من أكثر من تخصص. التخصص الأساسي لازم يكون موجود فيه هو تقويم اللغة والكلام، الأخصائي النفسي المتابع أو متدرب على صعوبات التعلم. بناء عليها بنحط خطة. شو يعني خطة؟ أنا خطة يعني أنا بدي أمسك قائمة الرصد اللي هي اسمها قائمة رصد صعوبات التعلم، بتبين لي مثلا التحليل السمعي للمعلومة كيف عم يسمعها، تمييز البصري، إدراك البصري، التآزر الحسي الحركي، كل هاي التفاصيل اللي هي بتكون سبب بصعوبات التعلم، أنا بدي أخذها كل جزئية إلى درجة معينة عن طريق تطبيق
اختبار صعوبات التعلم او قائمة الرصد او حتى بدي اختبر عنده الاصوات الفونولوجية كيف والوعي الفونولوجي كيف، بناء علي انا بدي اخبر الاهل وين الخلل وشو بدنا نشتغل على الخلل. غالبا طفل صعوبات التعلم بيكون عنده جزئية او جزئيتين او اكثر عنده خلل فيها، مع الاهل بدنا نحط خطة مشتركة، هاي الخطة قائمة على هاي التفصيل تماما طبعا، وما فيني درسه بالطريقة الطبيعية اللي بيدرسوا فيها كل الاولاد. لما الطفل بيكون عنده مثلا صعوبة تعلم بالرياضيات او بالقراءة او حتى بالكتابة، انا ما فيني اعرض عليه على الصف انه كتب الار او الاس او الاز، لا انا لازم يكون في طريقة معينة قائمة على اني انا اول شيء اعرض له الحرف يدركه بصريا، احكي له اسمه للحرف بعدين امسحه، يعني هي خطة اكثر من خطوة، بس لازم يكون الشخص اللي عم يشتغل هاي الخطة شخص متدرب وفهمان كثير شو يعني صعوبات التعلم وين موطن الخلل، وهاي الخبرة بتنتقل للأهل لحتى بالبعد يقدروا يكملوا هاي الخطة ويشتغلوا فيها. ولحتى اخبركم بشيء، انه في كثير اشخاص متميزين على مدى التاريخ هن كانوا حد مثلا احيانا بيكون يعني بدي أخبرك أنه بيكون متميز جداً بس عنده صعوبة معينة أحيان بالكتابة أو بالقراءة أو كذا، فالتاريخ حمل كتير أشخاص متميزين وكانوا جداً أعلام بالطب وبالفن وإلى آخره، بس كان عندهم صعوبات تعلم بجزئية معينة ما اكتشفوها غير لبعدين لما تطور العلم وأثبت أنه في شيء اسمه صعوبات تعلم، في شيء بيرتبط بتطور المخي أو العصبي عند الطفل وبيؤدي لمشاكل بالتعلم. وحتى بنتذكر نحن أطفال كانوا موجودين معنا بالمدارس كانوا مثلا نحن نسميهم بالصف انه متاخرين دراسيا او كذا، لما كبروا وفهموا على حالهم صاروا كثير متميزين. هلا غالبا كان عندهم جزئيه معينه بالمدرسه معناته يكونوا متميزين جدا، لما كبروا عرفوا يتعاملوا معه او لاقوا له حل عن طريق التكثيف او الدراسه او العلاج قدروا يغطوها وتميزوا بمحلات كثير. طيب دكتور خلينا نحكي عن نقطه اللي هي بتخص التدخل المبكر. اليوم في كثير اهل بيدخلوا بموضوع بعد فترة طويلة لأنه بيكونوا غير مدركين أو ما بدهم يصدقوا أنه ابنهم عنده مشكلة. تمام. لا أنا ابني منيح ما فيه شيء. تمام. لا التدخل المبكر صدقيني بهاي المرحلة أو بهاي المشكلة تحديدا بصعوبات التعلم، يعني هون الوقاية خير من العلاج بطريقة مو طبيعية. التدخل المبكر أول شيء بيمنع أنه الطفل يطور اضطرابات نطقية وكلامية وفونولوجية، وهي بهمه الأهل بيهتموا كتير أنه الطفل يكون بيحكي بطريقة سليمة. وتاني شغلة بيمنع لما يروح على المدرسة ما يواجه صعوبات تخليه متراجع عن رفقاته. وكمان إحنا بنهتم كتير بأطفالنا بالمدارس وصورتهم وتحصيلهم، فالتدخل المبكر بيكون لما الأهل بيلاحظوا أنه ابنهم عنده مشكلات سلوكية، ما أنه قادر يمسك قلم، ما أنه قادر يلون، ما أنه قادر يركز ولا شيء كتير، ما بيعرف يلبس ثيابه، بيجاوب بسرعة، ما بيفكر، متهور، بيقلب الأحرف، بيقلب الكلمات، يعني كتير في علامات سواء أكاديمية أو سلوكية أو حتى كلامية بتدل أنه طفلي أنا بحاجة لمتابعة. المتابعة بتكون أول شيء بدنا نعترف أنه في مشكلة معينة بدها حل، هذا الحل بده يكون عند مختص خبير بصعوبات التعلم. وصدقيني لما بتتم المتابعة لما بنكون بمرحلة الصعوبات النمائية اللي هي الذاكرة، الانتباه، الإدراك، هون عم نشتغل على الجذر. فلما الطفل بفوت على المدرسة أوريدي بيكون خلص قطع الصعوبات اللي عنده وفات على المدرسة جاهز، شوية تحديات كمان بتنحل، بس ولكن الكشف المبكر أو التدخل المبكر هو خير من ألف علاج، يعني خير من مرحلة كتير طويلة من التعب ومن الجهد، وممكن يكون يسبب أزمة للأهل لبعدين لحتى ما يقدروا يتعاملوا معه بطريقة صحيحة. تماما. لكن دكتور فينا نقول اليوم هذا الموضوع الطفل وقت اكتشفنا نحن عنده صعوبات تعلم أو تأخر بالنطق أو الكلام كلها مثل ما ذكرت حضرتك إن عوامل كلها بتأثر مع بعضها، اليوم هل في نوع الغذاء من الصغار أو لما بيكون الجنين يعني ببطن الأم، هل الغذاء له علاقة بهذا الشيء أو ممكن تكون عوامل وراثية؟ بس بدي أحكي إنه نحن طالما عم نحكي عن عمليات عقلية معرفية عند الطفل، العمليات العقلية المعرفية هي أساس كل شيء، أساس النمو والتعلم والإدراك والتميز والتحصيل الأكاديمي. فبقدر ما بيكون في اهتمام للأم بجنينة بقدر ما في اهتمام للأهل بس يولد الطفل يبعدوه عن كل شيء مثيرات ضارة مثل التلفزيون، الموبايل، المشتتات، السكريات الزايدة إلى آخره، كله بدأ استشارات طبية وصحية. نحن عم نكسب طفلنا لأنه بالنهاية الإنسان عم يتشكل، الدماغ عم يتشكل، عم باحات برودمان عم تأخذ محل الطبيعي اللي هي بتحلل وبتعالج وبتستوعب.
فقد ما بيكون غذائه سليم وتربيتنا له سليمه وقدرتنا على الاشراف له متابعه اقل التفاصيل اللي بتدل على تاخر وبنعمل تدخل مبكر نحن بنكون عم نحميه من الف مشكله ممكن بعدين تسبب له سوء تكيف او سوء تحصيل دراسي حتى بالمدرسه او حتى سوء تواصل عن طريق الكلام مع الاخرين. اكيد يعني معلومات مهمه قدمت لنا اياها اليوم، نشكرك لوجودك معنا. شكرا لك دكتور، شكرا على المعلومات اللي قدمتها.